أقيم في أبرشية الروم الأرثوذكس بحما مراسم استقبال وتنصيب المطران نيقولا بعلبكي مطرانا جديدا لمحافظة حما وتوابعها، وذلك بحضور عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وأمين فرع حما للحزب وقائد شرطة حما وممثلا عن محافظ المدينة وحشد شعبي. حما كما كانت على الدوام بمسيحيها ومسلميها، عائلة واحدة، إيد واحدة، ناس ملتزمين ببلدهم بوطنهم بتعاون. نحن كانت في الماضي وإن شاء الله بنستمر بهذا الشكل. نحن منهنئ أبرشية حماة بسيدنا نيقولا، هذا الإنسان المحب المعطاء الصادق والأمين لكنيسة الله والأمين لمجتمعه. مناسبة كثير عظيمة. هلا مثل ما شايفين نحن هون كل اهالي حما ومن برات حما عم نشارك بهالمناسبه الحلوه، مسلمين ومسيحيين، لنعبر عن اتحادنا وتضامننا مع بعضنا. اتمنى له المطران الجديد خدمه مباركه ان شاء الله موفقه مع الشعب الطيب المحب هون. هو رجل الله بكل معنى الكلمه ورجل محب. المطران الجديد هو طبيب، كان يداوي الاجساد، هلا عم يداوي النفوس والاجساد. عشان هيك بنتمنى له التوفيق وبنتمنى للمطرانيه ولكل الابرشيه تقدم على يد هالمطران، وصلوا لحتى الله يوفقه لحتى يعمل كل خير من اجل المطرانيه. هو يتصف بتواضعه ووقاره والتزامه بالكنيسه وبمحبه الناس. انا اشبهه للقديس نيقولاوس شفيعه الذي كان قريبا من الفقراء، قريبا من الناس، من الصغار والكبار. كان اسقف الشعب وهو الان اسقف الشعب. فهنيئا لحما وهنيئا لنا بسيدنا المطران نيقولا. الله تعالى يقول على لسان عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا. واجمع المفسرون على ان كلمه مبارك هي النفع للناس، هو الكثير الخير. نسال الله تعالى ان يكون كذلك، والنصر قائم وقادم ودائم ان شاء الله، شاء من شاء وابى من ابى، لان عدل الله يقتضي ذلك. تنصيب سيدنا نيقولا بعلبكي استمرار للتعايش والحياه والمحبه بين كل ابناء محافظه حماه، مثل ما انك شايف من كل الاطياف، من كل العائلات جايين من كل المدن السوري جايين يحتفلوا بتنصيب غبطة سيادة المطران للاستمرار برسالة المسيح بالمحبة والسلام واستمرار التعايش في هذه المحافظة وفي سوريا. إن شاء الله تكون بداية جديدة لسيادة المطران، ونحن بسوريا كلنا إيد وحدة، رسالتنا رسالة محبة وسلام. إنسان محب ورجل دين محب يحب جميع سوريا وأجزاء، وبتمنى يلاقي محبة حقيقية منا. مسؤوليات كبيرة يحملها المطران الجديد على عاتقه في حفظ التعايش والسلم الأهلي في حما، ولتبقى دائما بيوت الله في سوريا تنشر المحبة والسلام.